مطلقه ان تقتنع، وكيف يمكن ايضا للنخب الفاعله ان تكتشف ان الديمقراطيه بامكانها ان تكون عمليه تخدم الجميع وتقدم للجميع، وتستطيع ان تحفظ السلم الاهلي، وتستطيع ان تبني البلاد وتحل المشكلات التي تستطيع البلاد ان تعالجها في ظل غيابها. إذن الوصول إلى مزيد من الديمقراطية، الوصول إلى مزيد من الحريات، الوصول إلى كل القضايا المرتبطة بتطور الدولة، تطور المجتمع، تطور البنيان، تطور الإنسان، وهو جوهر الموضوع، سوف يكون مرتبطا بكيف نفهم هذه التجربة، بكيف نفهم هذا المخاض، وبكيف نستنتج من هذه التجربة ما يساعد باتجاه البناء الجديد، واتجاه التعميق، وباتجاه المراحل القادمة. إذن يعني أستطيع أن أقول هناك علاقة بين الممارسة والفكرة. هناك أحيانا كثيرة ندخل في الفكرة، يعني أرى أن هناك أسماء جديدة تنبثق كل يوم، تيارات جديدة تخرج كل يوم، آراء جديدة تطلع كل يوم، مصنع آراء، مصنع أفكار، بس كيف تنظم وتؤطر باتجاه أن يكون هناك على سبيل المثال أحزاب سياسية في الكويت تستطيع كل القوة أن تقول هذه أحزاب؟ أليس هذه وجود الأحزاب هي اللبنة الأساسية الأولى في السعي لبناء ديمقراطي أكثر تقدما؟ من أين تخرج الأحزاب؟ من الممارسة. ومن أين تأتي؟ من مقدرة الناس على أن يديروا حياة حزبية صعبة. لكن كيف يكون حزبا يطرح الديمقراطية ولا يستطيع أن يمارس الديمقراطية في حياته الداخلية، ولا يستطيع أن يمارسها في علاقاته مع قاعدته، مع جماعته، مع من هم أعضاؤه؟ كيف يستطيع أن يكون حزبا ديمقراطيا وهو يقصي قطاعا من حزبه أو تياره؟ فالحياة الداخلية، لأنه حتى تخلق ديمقراطية يجب أن تكون ديمقراطيا، وحتى تخلق حالة مدنية يجب أن تكون مدنيا، وحتى تخلق كل هذا يجب أن تكون متصالحا مع هذا الآخر، الآخر المختلف، الآخر الذي يطرح عليك أفكارا جديدة كل يوم. لا يوجد أحزاب بلا معارضة داخل الحزب، لا يوجد أحزاب بلا تيارات في داخل الحزب تنبثق، وبهذا السنن والطرق والأفكار تتطور. كيف تستوعب هذا؟ وكيف تجعل هذا طريقة إلى إنضاج التجربة السياسية باتجاه صائب، وباتجاه يسمح بحياة ديمقراطية أكثر عمقا وأكثر نقاء أو أكثر مقدرة وأكثر تعبيرا وأكثر تمثيلا، في ظل مكونات مختلفة وفي ظل مجتمع يتعطش لمزيد من العدالة والمساواة بين أفراده وفئاته؟ يعني لا أريد أن أطيل، وإنما أريد أيضا أن أسمع منكم، وأريد بنفس الوقت أن أستطيع أن أتفاعل مع الطريقة التي تطرحون فيها المسائل. لربما هذا يساعد على خلق نقاش أفضل أنا أسمع وأستفيد منه وسأعلق بشكل أو بآخر. لهذا أنا أرى أن هذا مرتبط بمفهوم الدولة في منطقتنا. لا زال المفهوم أن الدولة لديها بنيانا هرميا من الأعلى إلى الأسفل، وفي إطار هذا البنيان تشعر الدولة أن أي تحرك في المجتمع يهدد البنيان، والبنيان يميل إلى الثبات، بينما في الواقع على كل بنيان أن يكون فيه حراك ومتحرك. بما أنه يميل إلى الثبات والبنيان قائم، وقائم على معادلة، وعلى معادلة ضمن المعادلة، ومعادلة ضمن المعادلة ضمن المعادلة، فأي خلل في هذا من حراك يأتي من المجتمع يخلق شعور بأن كل مفهوم الدولة راح أو تأثر أو تصدع
وإن كان هناك تراكمات قبل ذلك فربما هذه أيضا أضافت تراكمات صراع تراكمات. يعني لو مفهوم الدولة في المنطقة العربية لا يختلف من مكان إلى آخر مع فوارق. في الكويت في دستور، في نظام أميري، في صيغة مدنية قديمة، في توسط بين الناس وبين القادة، في علاقة تختلف عن البنيان الذي نجده في أنظمة أخرى جمهورية، القساوة مختلفة إلى آخر، أمور أعقد. ولكن مع ذلك هذا الشعور أنه كأنه أمامك تمرد. فبالرؤية الدولة الهرمية يتم التعامل مع التمرد. ولكن المشكلة التي تقع بها صيغة الدولة الهرمية أن المجتمعات تتغير، والمجتمعات بدأت تخرج عن الصيغة الهرمية التي سارت عليها الدول على مدى مئات السنوات، والمجتمعات في الدول العربية والمجتمعات العربية بدأت تخرج عنها. مخاض معقد صعب قاسي مليء بالقضايا وبالأمور الشائكة، وبالتالي بدأنا ندخل بمرحلة كأننا ندخل بمرحلة دولة تتأثر بقاعدتها أكثر، تسمع لمجتمعها أكثر، لديها آليات للاستيعاب وللتأقلم مع احتياجات المجتمع، ليس بالمعنى المادي وليس فقط بالمعنى العملي والمهني، وإنما أيضا بالمعنى المعنوي والأخلاقي والاجتماعي والسياسي، بل بمعنى العدالة، بمعنى التعامل مع التغيير. فالصيغة التقليدية للدولة يصعب عليها أن تتعامل مع التغيير بسهولة، لهذا تصاب بتخوف وتشعر أن الأمور بدأت تسير فتدافع. ولكن الذي يحصل هنا أنها أيضا ربما مع الوقت سترى أن هذا لا يحل المشكلة، والسؤال كيف يمكن إثراء الحوار وإثراء النقاش وإثراء الموقف وإثراء المعرفة وإثراء التجربة وإثراء وتخفيف المخاوف أيضا. أيضا الخوف بيلعب دور من كل الأطراف، تخفيف بما يساعد على الانتقال نحو صياغ متقدمة للديمقراطية، بما يساعد على تلبية مطالب الشارع وتلبية مطالب الشعب. لا تلبى كل المطالب مرة واحدة ولا تلبى، لكن تبدأ بالتعامل معها الأول الأهم والأقل أهمية، وتبدأ بخلق حالة ليست هرمية بل دائرية فيها يعني تحول، فيها أشكال من التداول، فيها أشكال من المساءلة، تخرج يعود غيرك، تستعد يأتي، فيها عمل حزبي، فيها برامج، يصبح الشعب عنده مسؤولية أكثر في اختيار الأشخاص الجيدين، يكون قادر على مساءلتهم ومحاسبتهم أيضا عندما يخطئوا. يصبح المسألة أي برنامج تقدم، ما هي البرامج المطروحة، تبدأ تحاسب على برنامج، ولا تصبح تحاسب من يمثلك قبل أن تحاسب الحكومة، لأن من يمثلك ربما يكون هو نفسه الذي سيكون في الحكومة. للوصول إلى هذه الدائرية مخاض، الطريقة التقليدية تصطدم مع هذا، وبالتالي إلى حد كبير يعني نحن في عالم مثالي، لا أحد يتمنى ما وقع، ولكن في العالم السياسي وفي العالم العربي تصبح هذه المخاوف تؤجج، وتصبح السلطات تريد أن تشعر أنها تدافع عن ما تعتقد أنه حق لها، والشارع والجمهور يدافع ويسعى باتجاه ما يشعر أنه حقه، ويقع هذا الصدام. لكن بالمحصلة لن يقع تقدم حقيقي إلا إذا دخلت الأفكار إلى الجميع بأن نعم هناك وسائل أخرى لحل إشكالية من هو في مواقع صنع القرار فيما يتعلق بالقرارات الحكومية. وهنا تأتي فكرة الحكومة الشعبية، وهنا تأتي فكرة الأحزاب، وهنا تأتي فكرة استقلال القضاء، وهنا، لكن هذه تقاوم. والأصعب من هذا عندما تكون أنت الدولة الوحيدة في منطقة الخليج التي من المطلوب منها
أن تسير بهذا الطريق على مستوى الحراك، فيصبح أنه يعني سيأتي الآخرين ويقول لك ولماذا أنت تسير بهذا الطريق. كمان أعتقد هناك ضغط بهذا الاتجاه، لماذا تسير بهذا الطريق؟ طبعا الآخرين سيسيروا بهذا الطريق وسيسيروا بهذا الطريق يعني وعندما يسيروا بهذا الطريق بعد مقاومة وبعد وجع رأس وبعد وإلى آخره، لكن سيسيروا بهذا الطريق لأنه هذا الطريق الوحيد الذي ينقذ المجتمعات من الانكسار ومن التشرذم، وينقذ الدول من الصراعات التي لا نهاية لها، ويساعد الدول على أن تدخل في طريق أجدى. يعني لا نقول أن هنا الصيغة هي الصيغة المثالية، لكن هذه الصيغة هي أفضل الموجود في الحياة السياسية، وقادر على تصليح نفسها بنفسها أكثر من الصيغ الجامدة والتقليدية التي تعيد اشترار ذات الأخطاء وذات السلوكيات وذات الأساليب بلا تعلم من التجربة. تبحث عن الصيغة الدائرية التي تعلم من التجربة، وهذه تتطلب التعمق. لهذا نعم، مقاومة الجديد طبيعي. أنت اليوم في شركة وللشركة رئيس وتأتي بفكرة تجده يقاومك. أنت اليوم في شركة والشركة تجد حتى بين الأب والابن لا يريد أن يعني لازال يعمل بالورقة والقلم، حتى فكرة الكمبيوتر والآخر يعني المقاومة للجديد طبيعية. لكن السؤال الأساسي، كيف يمكن لهذا الجديد أن يأتي بثمن مقبول؟ كيف يمكن للثمن أن يكون معقول؟ يعني في تغيير، بس تطلع تجد أن الثمن يعني صراحة كبير. هو جاء وقته ووقع، ونحن في محيطنا يعني الكثير من الأثمان العالية، وأفهم أن الشعوب هنا تقدمت بهذا الاتجاه، لكن لديك فرصة أنا برأيي في الكويت أن تحقق تقدما يكون مقبولا ويكون مقنعا ويكون مفيدا ويكون مختلفا بثمن مقبول. وهذا البعد لابد من أن يبقى في عقلية ونظر وفكر النشطاء، وفي عقلية ونظر وفكر السياسيين، أنه بالإمكان الوصول لحالة من الانتقال بثمن مقبول. لا أستطيع أن أحدد ثمن كم، 1 إلى 10 إلى 5 إلى 15، لكن أرى أن هذا ممكن بسبب طبيعة هذا المجتمع، وبسبب طبيعة مكوناته المختلفة، وبسبب تاريخه أيضا. لما نطلع يعني نقارن مع تواريخ أخرى بنلاقي التاريخ يقول لنا أن بالإمكان، وبسبب حتى ما وقع عام 62 جاء أمير من الأمراء الشيخ عبد الله السالم وقدم حلا. صحيح صراع وقع بال 38 ووقع، ولكن هو قدم حلا ب 62 بدون ما يكون حتى عليه ضغوط كبيرة. كان بإمكانه أن لا يقدمه وتستمر الأمور ويقع عدم استقرار وتستمر الأمور وتقع مشكلات، لكنه كان لنراهن على الأفكار أيضا، لنراهن على قوة الأفكار. أهلا، أنت شوف طلابنا يعني. أهلا دكتور شفيق، ويا قناة صوت الأمة. على صوت الأمة يعني اللي مات اليوتيوب. إيه طيب يوتيوب، هلا نحكي عن قنوات اليوتيوب. فتكلمت عن قناة اليوتيوب، شنو النصيحة اللي ودك تعطينا إياها حق القنوات اللي باليوتيوب السياسية؟ يعني طوروا إمكانياتكم، طوروا قدراتكم، نوعوا الآراء، نوعوا المصادر، وحاولوا أيضا إنكم تعكسوا وجهة نظر الطرف الآخر حتى في يعني في قنواتكم، لأنه أنتم تدعون إلى ديمقراطية وتدعون إلى ارتقاء ديمقراطي، وهذا يفرض عليك أنك أيضا تسمح لوجهة أخرى أيضا ولحوارات بين وجهات نظر مختلفة، حتى تستطيع تعيش أنت بتجربتك وبتعبيرك الحر الديمقراطية اللي أنت تحتاجها في بناء مجتمعك. شكرا، يعطيك العافية.